خمس نجوم على قناة ست البيت. رجعنا النهاردة ومعاكم مكملين في فندق ميفن بيك شرم الشيخ خليج نعمة، وبالتحديد احنا في مطعم الكبابجي مع الشيف فتح الله المسؤول عن مطعم الكبابجي هنا في ميفن بيك شرم الشيخ خليج نعمة. جو النهاردة مش قادر اقول لكم عامل ازاي، يعني حاجة كده ايه ترد الروح، بس يعني الربع ساعة اللي فاتت في شوية نسيم كده جايين بيخففوا بيهونوا على الواحد الحر اللعين اللي احنا قاعدين نطبخ فيه. بس الحمد لله ان احنا ما قدمناش الجريل زي الفصل اللي فات. شفنا شيف فتح الله عمل لنا الريش، شفنا تتبيلتها بميه البصل والطماطم والطرب، شفنا ازاي بنلفه وبنحط جواه اللحمه المفرومه، شفنا ازاي بنصبع الكفته والخضار يعني الجريل، شفنا ازاي تتبيلته بالروزماري والاعشاب والملح، وحطيناه على السياخ وحطينا كل حاجه على الجريل بتاعنا. وشفتوا الطبق طبعا انتوا في الفاصل طلع شكله عامل ازاي. هنعمل النهارده في الجزء الثاني من حلقتنا في مطبخ خمس نجوم على قناه ست البيت في فندق ميفن بيك شرم الشيخ سلطات ورز بالخلطه. مش كده يا شيف؟ ان شاء الله ابدا. هنعمل ايه بقى؟ الرز بالخلطه؟ نبدا الاول ان شاء الله بالرز بالخلطه. اوكي. عندنا المقادير بتاعتنا ان شاء الله، في عندنا اللي هو البصل المفروم. اوكي. في عندنا كبده متقطعه، كبده بقري برنوازات. اوكي. مش لازم تحرك بس شاور يا شيخ. ماشي يا فندم. في عندنا حضرتك طماطم بوريه. في عندنا صلصه الطماطم. اوكي. في مكسرات. دي طماطم بوريه دي جاهزه؟ لا يا معلم، علب. علب. جاهزه. وده مكسرات. مكسرات مشكله. مكسرات مشكله. وشويه فلفل. وشويه ملح. وشويه ملح. تمام. الزيت بتاعنا. ورز بسمتي. ورز بسمتي مسلوق. طيب الرز البسمتي، معلش بس انا عايز اقف هنا عشان الرز البسمتي يختلف عن الرز العادي. تمام يا فندم. في مقادير الميه، مش كده يا شيخ؟ تمام يا فندم. قول لنا كده انت عملته ازاي الرز البسمتي؟ الرز البسمتي ده اولا بتجيب الرز وبتعمل معيارينه ميه. معيار يعني كوبايه بتنقعه في الميه، بتنقعه في الميه حوالي تلت ساعه. تلت ساعه. لازم يتنقع في الاول. وبعدين بتجيب لو كوبايه رز بتديها كوبايتين ميه وشويه بتبهره بقى، مثلا شويه ورق لورا وشويه حبهان معاه وشويه ملح وتسلقه وتسيبه. طيب. وبعد كده بتصفيه وتجيبه. طيب. احنا الرز بتاعنا مش هياخد وقت، فهنعمل ايه بقى يا شيف؟ هنشتغل بسرعه عشان وقتنا المره دي قليل شويه. تمام. هنحط الرز ونشتغل مقاديرنا، وتورينا برضه هتعمل لنا سلطه الزبادي ان شاء الله. يلا نبدا بالرز. يلا ماشي يا فندم. هنبدا بالزيت طبعا. زيت ايه؟ زيت ذره. ان شاء الله هيكون زيت. لا طيب. زيت ذره. زيت ذره. ان شاء الله. وهنحط طبعا الكبده بتاعتنا. طاسه سخنه. هنحط الملح بتاعنا، قصدي البصل المفروم. بصل مفروم. بصل مفروم على زيت. الله ينور عليك. هنحمص البصل الاول، ناخدها ملح وفلفل مثلا. نخليها وردي. لا الاول. الاول تديها ايه؟ هنبهر في الاول. لو محتاجين زيت احنا بنزود زيت زي ما احنا شغالين كده. شفت البصل لما يتقلي في الزيت؟ لا يقول عليه، وخصوصا لما بيبقى الكراميل بيدي نوع من الكراميل. كارملايزيشن. وبرده لو في اكله، يعني لو الاكله البيز بتاعها صيني او كده، يمكن شيف فتح الله يتفق معايا. اه يا فندم. وبيحتاج حته السويت اند ساور، بيحط هم ايه شويه براون شوجر شويه سكر بني على التلقى. الله ينور حضرتك. تمام يا فندم، نديك التست المظبوط. تمام تمام. عندنا البصل كده خد اللون بتاعه. تمام. بننزل بالكبده. كبده بقري. كبده بقري حتت صغيره يا جماعه عشان تستوي بسرعه. تمام يا فندم. على طول خدت لون، ما كدبتش على طول، لان احنا عندنا مش تاخد وقت يعني. ما تاخدش وقت. بس انت شايف بقى في مطعم الكبابجي هنا في بنتك لما يبقى عندك بقى في الاوبريشن بقى في الشغل. ايوه تمام فندم. بتبقى فاتح عندك ستيشن لايف ولا يعني كل عندك ستيشن زي دي كده بتبقى شغال عليها؟ حضرتك الحاجات بتنزل بتتعمل كلها جوه المطبخ؟ لا حضرتك، كل عندنا كل الايتم دي الايتمز ده كله بتعمل لايف كوكينج. لايف كوكينج. ما عدا في حاجات معينه بقى عندنا، زي مثلا عندنا الموزه اللحم الضان اللي بتطبخ ده، بس طبعا ما ينفعش لايف كوكن، اللي بياخد ساعه الا ربع. طبعا بنجهزه قبليها، بنخليه جاهز عندنا على الله ينور عليك على التقفيل، ان احنا نقفله. تمام. الكبده كده بدات خلاص تستوي. ولو بقى يا شيف برضو للناس، الكبده اسمها بتلزق ساعات. لو لزقت بق ميه بق بيون الله ينور عليك بتحل شويه. بس يا عامه طالما الطاسه سخنه واديتها الصدمه بتاعتها ما بتلزقش. خلاص خلاص كده. هنبدأ ننزل بالرز. مش كله طبعا،
بس لا مش خلطه مسكره معاك بزياده. اه انا هنزل ب بتاع البيت طبعا. اه كوبايه كده عارف انا بحب اكل الرز مع البيت عادي. ماشي يا استاذ كده خلاص كفايه كده تمام. هات 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 انا معاك. ماشي يا فندم. يلا بنقلبه برضو. دي وصفه سهله وسريعه ما فيهاش. اه ما فيهاش. لكن لو الرز البسمتي برضو يا شيف بيبقى احسن من يعني انا بفضل الرز البسمتي على الرز العادي. اه طبعا بيبقى اطعم يعني مش عارف ليه. اطعم في طعم تحس ان هو في طعم حتى لوحده واخف. ايوه واخف بالظبط. انت ممكن تعمله بالرز بتاعنا المصري. اه اه عادي وتعمله من الالف للياء ان هو تطبخ معاه كده. بس طبعا هتاخد الرز تحمره الاول وتاخد البصل والكبده والحاجات دي من الاول تطبخه مع بعضيه. لكن دي بالنسبه لايه تبقى سريعه. اه سريعه. وزي ما انت قلت حضرتك الرز البسمتي بيبقى احلى طبعا في ال انت مش انت هتحط اي حاجه من الحاجات طبعا دي طبعا هنحط يا فندم. ما عندنا الانجريدينت كله في البيت. عايزين نعلي النار شويه ولا هنا حضرتك؟ لا تمام. هنيجي حضرتك هنا وصلت معلقه صلصه طماطم بوريه. ماشي يا ريس. خلاص احنا كده تقريبا اه خلاص كل حاجه شبه استوى. الله ينور. صلصه الطماطم العاديه بتاعتنا هو بس الخليط والتسخين. تمام يا فندم. طب شوف ليه حطيت صلصه طماطم مع البوريه الطماطم؟ بتخفوا يعني؟ آه الله ينور حضرتك. صلصه الطماطم البوريه اولا بتدينا اللون اللي احنا عايزينه. اوكي. اما الطماطم العاديه دي صلصه الطماطم بتدينا الطعم اللي احنا بتوازي مننا. اه بتوازي بتدي الطعم المائي. عندنا حضرتك القرفه. قرفه تمام. حط دي تمام. القرفه كتير شويه بس منفحه فاهم. بس هو طعم الرز بالخلطه يعني انا بقول حاجه اعتقد يعني الناس كلها عارفاها. ما اعتقدش ان في حد ما اكلش رز بالخلطه. القرفه فيه يعني هي اساسي. هي التابل البطل يعني. بنبدا بقى نتبل حضرتك هنا الفلفل الخفيف كده بعدين الملح طبعا. بعدين الملح. الله ينور حضرتك. تمام. شويه مكسرات وبتبقى زين دي. المكسرات دي طبعا مستويه ومتحمصه. مستويه ومتحمصه. اه يعني مش يعني هي دوبك بس بتدي الطعم. الريحه برضو طلعت برضو. انا ما اعرفش انتوا ليه لما بتيجوا تطبخوا يعني انا بطبخ يا شيف انت عارف. بس لما البدله بتتلبس والتوك او اليونيفورم يعني سوري مش البدله والتوك يتلبس وبعدين الشكل ده يقف يطبخ ده اي حاجه بتطلع ريحتها حلوه. في مصداقيه. اه مصداقيه فظيعه في لبس الشيف. بتحس ان انت بقى واقف تطبخ صح. لا يعني انا كنت بصور برنامج قبل كده ما كنتش بلبس حتى مريالة. جيت صورت برنامج في رمضان كنت بلبس مريالة كده ايبرون. اوكي. حسيت ان انا خدت ثقه يعني وحاسس الناس بتسمعني كده يقول لك يا عم ده راجل ده مش اي حاجه يا عم ده ظابط ده معلق دبوره وبتاع. تمام. طيب تمام يا فندم. كده اعتبر الرز عندنا خلاص خلصان. مش هتحط اي حاجه من الحاجات دي بتاعت السلطه. دي بتاعت السلطه. طيب خلينا ايه نعمل مساحه كده. ماشي يا فندم. وايه نبتدي نعمل الصلصه بتاعتنا. ايوه احنا الاثنين رحنا ورا. ماشي. شفت انا بساعدك ازاي؟ ده للرز مش كده ولا دي بتاعت السلطه؟ للرز. ادي الرز اهو. قول لي كده يا شيف السلطه اول حاجه احطها ايه؟ الزبادي؟ ان شاء الله اول حاجه هنبدا نبشر الخيار. نبشر الخيار. تمام. على الوش ده. على الوش ده. تمام. تمام. انا بساعدك ازاي؟ انا السوشيف. انا الشوف انا السوشيف بتاعك النهارده. الله ينور يا ريس. الله ينور يا مستر. ايه حضرتك طبعا. لا يا شيف احنا انتوا الاصل. الله ربنا يخليك. احنا التجاري. تمام. اهو اهو. الله ينور يا حضرتك. انا بقى وانا صغير زمان كانت امي تمام كده ولا عايز تاني؟ كفايه واحده. اه كفايه واحده. كانت والدتي دايما تتعور من المبشره. فعندي عقده بقى من المبشره. لازم تعرف الست بقى تقعد طق 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 ما توصلش للحفطه للاخر. اه تنزل بالزبادي مستكرين. الزبادي كله يا شيف؟ اه كله يا فندم. كوبايتين زبادي. كوبايتين زبادي. بتقلبهم مع بعض. تنزل سن الثوم كده اهو. تمام كده. عندي فصين ثلاثه كده. فصين ثلاثه يبقى كده. اه بالظبط صح كده. ايوه بالظبط. شويه زيت زيتون عندك اهو يا فندم اهو. تمام يا فندم. شويه خل. مؤاخذه البتاع دي كبيره شويه. شويه انا قال لي فيها. تاخد مساحه في التقليب.
حطيت شويه برنوزات طماطم. طماطم والرز بتاعنا ايه اخبار؟ الرز خلاص جاهز. طب ما يلا حطه في الطبق. وانت هتمليني نعمل ايه وانا اساعدك. انا ليا الشرف يعني نجيف. طيب بعد ما حطينا الزيت الطماطم سوري حط ايه تاني؟ حطينا الزيتون وحطينا الخل وحطينا كده تمام يا مستر كريم. تمام في ليمون تقريبا هنا؟ سنه عصير ليمون خفيفه. سنه عصير ليمون اهو. الله ينور عليك. بق كده. والطبق. شب الطبق بتاعنا اهو. يعني انا مبسوط. انا طبخت كتير قبل كده زي ما انتم عارفين يا جماعه، بس وقفتي هنا جنب الشيف فتح الله في المكان دوت في الفندق الجميل دوت موفن بيك شرم الشيخ خليج نعمه. احساس تاني فعلا. جرنش بقى السكينه الثانيه. ده الجرنش بقى شوف. صح الجرنش بيه الطبق. شفنا مع الشيف الاول هو حط البصل وبقى جوه الزيت حمره، وبعدين حط الرز، حط الكبده سوري، ده الشوك المتين عشان تستوي. بعد كده حط الرز وخلط كله، الصوص الطماطم وعصير الطماطم، ملحك، فلفلك، بهاراتك، القرفه، بقى الطبق جاهز زي ما انتم شايفين. سلطه زبادي بالثوم والخل والليمون والطماطم وبشر الخيار والنعناع في الاخر اهو. شيف فتح الله اهلا مستر كريم. اهلا بيك بس متاخر قوي، احنا خلاص في اخر الحلقه. شكرا يا شيف ان انت نورتنا النهارده، وشكرا لتعبك. لازم في اخر البرنامج نشكر موفن بيك جروب وبالتحديد موفن بيك شرم الشيخ خليج نعمه ان هو اتاح لنا الفرصه ان احنا نتعرف على الوصفات الجميله دي. خمس نجوم بكره في نفس الميعاد على قناه ست البيت، انتظرونا.